من هو محمد الصغير؟ مصفف شعر نجمات الفن بداية من جيل فاتن حمامة. رحل في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم خبير التجميل محمد صغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد إصابته به منذ شهر تقريبا. هو والد الإعلامية الصغيرة مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، ويعد من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي، وتعاون مع كثير من النجوم والفنانين لأكثر من 40 عاما. محمد الصغير صاحب الاسم الكبير في عالم التجميل، وضع بصمته الإبداعية مع عدد كبير من الفنانات. بدأ مهنته في عمل الكوافير في سن صغير مع خاله في محل كوافير حريمي في منطقة مصر الجديدة. صفف شعر الأميرة فوزية زوجة الأمير فواز أمير منطقة الرياض ومكة التي جاءت إلى مصر لحضور حفل أم كلثوم، ثم عرفته على ألكسندر أشهر كوافير في العالم. ترك المدرسة وهو في الصف الثاني إعدادي، عمل في بداية مشواره بدون أجر إلى أن حصل على الأوراق الرسمية والرخصة، ثم قرر العودة إلى مصر. افتتح أول كوافير في هيليوبوليس بشيراتون سنة 1980. طور نفسه وكسب الكثير من الخبرات بعد سفره إلى باريس. له اختراع مسجل باسمه في موضات الشعر. لديه فروع كثيرة لمركز التجميل الخاص به في الوطن. في أكتوبر 2015 أصدر كتاب أيام من عمري، كشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي، وترجم إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. صفف شعر العديد من النجمات بداية من جيل فاتن حمامة وحتى الجيل الحالي. عاد إلى زوجته قبل وفاته بأيام خلال تواجده في العناية المركزة بعد انفصال 22 عاما.